مقطع سريع لفرس قصي هطلعها جول. ليش يطلع لي كرتها جول بس بالمقود بس فقط على الفم بس شرخي يطلع لعندها. بدي عليك ولا خوفها. وقفها. خبها خليك وضعها نفسه عليك وعدها سبع شي ورا رشيك مرة خبها خبها صيب خبها 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 أبو أوقف هنا أبو الوتير لكن الحبل على فرق بدون سكينة يعني. ترى ذا هو مرتخي منكب منكب لا ترى بديت والإعلام منكب يعني ومع ذلك ومع ذلك ما فكرت تروح يا الدور يعني على فكره من النقط طويل يا اخي ابعد اي طب ما اعطي لنشات ابغى تطلع سانس وتطلع صرخ يبدو ما اوكي انا سد محل تهبل ناشب فيها سيم وتهذب تبي تخوفها بكيس وهي تمشي
تدريب يا ابو الوتير، تدريب تدريب اقول. لا تدوس بس عشان هاي لما هاي سمورة ما بغضوا هو هذه الانشات بطير رقب على طول حتى انا مرد في نهاية صح؟ من الجهة الثانية ارجوها معي حتى لو هشتها من ورا انا ما راح اجيب زياده شكل هذا ليش نرجوها معي نجيب الرؤيه هنا ارجعها ورا اروح هاي التوابل ادقها ريوس هو ده هيوس جعل لنا ما تخيل أفكر أنك متحكم برقبها حتى بحبل طبعا أنا بادي بالحبل قبل جبت نسلة تيتا بس إني طلعها قاودة فقلت أصور صور سريعة